الرئيس السيسي يتفقد عددا من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة. رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة التنمية المحلية في تطهير الترع المائية. منظومة الشكاوى الحكومية ترصد 106,000 استغاثة خلال أبريل الماضي، منها 12,000 بقطاع الصحة. وزارة الصحة تحذر من تضاعف الإصابات بكورونا وتشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية. مساء الخير، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم وجولة جديدة في أهم وآخر الأخبار والأحداث في مصر والعالم. هنبدأ أخبارنا النهاردة من الجولة التفقدية اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده لمتابعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة في منطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلي منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، واللي بتعتبر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا، وبتشمل على محطة مترو أنفاق وقطار مكهرب وسكة حديد وحافلات للنقل الجماعي الحديث، وملحق بها أيضا مركز صيانة لعربيات وجرارات مترو الأنفاق بمساحة تصل ل 65 فدان. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس السيسي تفقد كذلك محور المستشار عدلي منصور اللي تم إنشاؤه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل الاتجاه، وبيشتمل أيضا على 11 كوبري للسيارات والمشاة، ليكون حقيقي شريان مروري جديد بيتكامل مع شبكة طرق الإسماعيلية الصحراوي وبالبيس وشرق القاهرة، وكمان بيربط مع محور محمد العصار عند كوبري مسترد، بيصل أيضا لمناطق غرب وشمال القاهرة، وده من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة وطريق الإسكندرية الصحراوي. كمان ناقش الرئيس أثناء الجولة التفقدية المسؤولين بعدد من مواقع العمل زي ما هو معودنا دايما الصراحة، ناقشهم بخصوص سير الخطوات التنفيذية الحالية، وشدد سيادته على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية. مش بس كده، الرئيس كمان توقف ليتحدث مع عدد من المواطنين واللي هنئهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، واحنا كمان داخلين على العيد، كمان استمع إلى آرائهم وأحوالهم المعيشية. هنروح بقى لخبر استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتقرير من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حول جهود الوزارة في إزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية. رئيس الوزراء أكد على أهمية توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع والمصارف، خصوصا اللي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع فيها، وده عشان يحقق الاستفادة من أهداف المشروع الحقيقية. كمان أكد على أهمية تعظيم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية اللي بتعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات والقمامة، وده للمشاركة في تطبيق منظومة الجمع المنزلي. أشار التقرير المقدم من وزير التنمية المحلية اللي عرضه قدام رئيس مجلس الوزراء لنتائج تنفيذ النموذج التجريبي اللي تم خلاله تحديد مسافة 2.5 كيلو متر من ترعة الظهر الشرقي في مركز إيتاي البارود كمنطقة لتنفيذ عدد من الإجراءات اللي من شأنها أن تسهم في حل المشكلات الخاصة بالتعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف، واللي بتمر داخل كتلة سكنية بتضم حوالي 35,000 نسمة. طيب بتخدم قد إيه؟ بتخدم حوالي 4,200 فدان. وأشار للجهود اللي تم تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وما تم من تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بمجال البيئة.
مش بس كده، كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر أبريل الماضي، وموقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة، وده من خلال تقرير عرضه الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قال إنه تم رصد 106,000 شكوى وطلب واستغاثة، وده تم خلال شهر إبريل، تم التعامل معاها وتم اتخاذ اللازم بشأنها. رصدت أيضا 12,000 شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال شهر إبريل، وتم التعامل معها ودراستها وتوجيهها للجهات المختصة بها. طيب النهارده طبعا مستمرين مع حضراتكم في طرح كل التفاصيل الخاصه بتراخيص البناء الجديده وفقا للاشتراطات الجديده اللي تم اقرارها واللي بدات الحكومه في تطبيقها بشكل تدريجي وتجريبي ايضا، ولمده شهرين من اول مايو الجاري في 27 مركز وحي ومدينه على مستوى المحافظات. بعد كده اللي هيتم تعميمها على كل المراكز والمدن بمختلف محافظات مصر اعتبارا من يوليو المقبل بعد ثبات نجاحها. عشان الموضوع ده مهم ومهم جدا لكل المصريين من حيث طبعا التفاصيل الكتيرة اللي فيه، يعني ازاي الواحد مثلا على سبيل المثال يقدم طلب للحصول على رخصة بناء جديدة للبناء طبعا وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة، ازاي كمان يتقدم بطلب للحصول على شهادة صلاحية بتتضمن اشتراطات البناء اللي برضو تم اقرارها في القانون الجديد، وفين يقدم المواطن كل هذه الاوراق، وايه هي المستندات المطلوبة، امتى كمان يحصل على الموافقات المطلوبة، المدة الزمنية وغيرها، وهل في تقديم إلكتروني ولا ورقي؟ كل ده وأكتر هنتعرف عليه هاتفيا مع ضيفنا الأستاذ ممدوح غرام محافظ الشرقية، وأيضا معانا المهندسة منال عبد المنعم مدير التخطيط العمراني في البحيرة ومسؤول ملف الاشتراطات البنائية. برحب طبعا بيكم على الهوا في برنامج اليوم، وخلونا نبدأ الأول من دكتور ممدوح غرام محافظ الشرقية. برحب بحضرتك يا دكتور، وإحنا بنتكلم تقريبا على يومين تم يعني فيهم العمل على الأرض عندك في محافظة الشرقية بقانون الجديد للبناء، حضرتك رصدت ده ازاي؟ الأول مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين بخير. هو طبعا زي ما حضرتك قلتي احنا بدأنا بقالنا يومين، هو لغاية دلوقتي هو المواطن بتبقى نوع من أنواع الإقبال للتعرف على إيه هي الإجراءات والتعرف على المستندات المطلوبة، إنما حتى اليوم لم يتقدم أحد على طلب ترخيص إلا بعد التعرف على المستندات المطلوبة عشان يتقدم بيها، لأن زي ما حضرتك عارفة بعض المستندات الهامة اللي بتثبت الملكية، وده طبعا لازم يكون جاهز ساعة التقدم للحصول على بيان الصلاحية من خلال مركز التكنولوجيا. طيب يعني كل اللي راحوا في محافظة الشرقية تحديدا كانوا بيسألوا على الاشتراطات علشان يبدأوا يجهزوا أوراقهم، عشان كده أنا يمكن يعني يبقى معي دكتور محمود وأستاذة منال. السؤال الجاي ليكي ممدوح طبعا، السؤال اللي جاي ليكي يا أستاذة منال، إيه هي الاشتراطات البنائية المطلوب إن المواطن يبقى عارفها والأوراق المطلوبة علشان يروح يتقدم بأخذ رخصة بقى جديدة حسب القرارات الجديدة؟ طيب هو السلام عليكم الأول. عليكم السلام. هو بداية سيادة المحافظ قال قبل المنظومة اللي احنا نقعد مع المواطنين ونوضح لهم ايه هي الاشتراطات بالظبط وايه هو هيقدم ازاي. فاحنا يمكن الفترة اللي فاتت من يوم 4/5 اول يوم بداية المنظومة ده سيادة المحافظ قال بالنسبة لمركز التكنولوجي يعمل اللي هو شاشات العرض، وبعد كده نشرح الخطوات بالظبط ايه. يمكن احنا لخصنا الاشتراطات البنائيه بالكامل على اساس اللي هي في شاشات العرض اللي احنا موجوده في المركز التكنولوجي، وكمان المواطنين لما بيسالوا المركز التكنولوجي احنا يمكن قعدنا معاهم ووضحنا لهم ايه الخطوات. فبالتالي في 8 طلبات احنا تقدم عندنا، 8 اتقبل منهم 3 ونزل الاحداثيات اللي هي متغيرات المكان. الصوت واضح؟ اتفضلي كملي سامعينك. طيب تمام. بالنسبه احنا يمكن في عندنا اللي هي المركز التكنولوجي المفروض ان هو بيعمل احداثيات عن طريق هيئه المساحه العسكريه
او مديريه المساحه او مركز شبكات المرافق او المتغيرات المكانيه. فيمكن سياده المحافظ قال ان هي المتغيرات المكانيه المفروض ان هي اللي تنزل وتحدد الاحداثيات على اساس ان ديت هي من سلطه سياده المحافظ ان هو يحركها بدون مقابل. وبالفعل نزلت وقدمت ثلاث طلبات وتم تحديث الثلاث طلبات على الطبيعه وتم انشائهم وبعثنا للجامعه بحيث ان هم يحددوا اعداد شهاده صلاحيه المصدر. طيب دكتور ممدوح، في بعض الاماكن تم تجميد البناء فيها، هل محافظه الشرقيه فيها اماكن تم تجميد البناء فيها؟ ولو هي فيها فين الاماكن دي تحديدا؟ هو طبعا عمليه التجميد او ايقاف التراخيص كانت في المدن اللي هي فيها كثافه سكانيه عاليه او مباني عاليه، وانا اقدر اقول لحضرتك ان معظم المدن عندنا الكثافه السكانيه عاليه، وبرضه ما تنسيش حضرتك ان هو تم اختيار منطقه واحده بس، احنا عندنا حي اول عشان نجرب هذه المنظومه، لان هو طبعا حضرتك هتبان بقى ايه اللي مطلوب، ايه الاشتراطات، ايه بعض المشكلات. حاله النجاح بعد 60 يوم هيتم بعد كده هو التعميم، انما في الوقت الحالي احنا عندنا كل المدن تم ايقاف الترخيص فيها الحين الانتهاء من التجربه خلال 60 يوم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ايه هي الارتفاعات المحدده في الاشتراطات الجديده للمباني يا دكتور؟ طبعا حضرتك عارفه ان الاشتراطات حددت ارتفاعات طبقا لعرض الشارع، يعني لو اقل من 8 متر الحد الاقصى للارتفاع هيبقى 10 متر، يعني حوالي ارضي ودورين. لو من 8 ل 12 متر الحد الاقصى للارتفاع 13 متر، يعني حوالي ارضي وثلاث ادوار. اكثر من 12 متر حد الاقصى ارتفاع 16 متر، وده ارضي واربع ادوار، دوت بالنسبه للاشتراطات الصادره بالنسبه للقيود الارتفاع. طيب سياده المحافظ، في حاجه اسمها شهاده صلاحيه في رخص البناء الجديده، ايه هي؟ ممكن حضرتك توضحها لنا؟ هو صلاحيه الموقع للبناء، يعني تحديد هل ينطبق عليه الاشتراطات، ينطبق عليه المكان اذا كان بيحدد الشارع، العرض بتاعه، كل الاشتراطات موجوده، هل تنطبق عليه صالح للبناء ولا دوت ولا لا، وبيتم بعد كده اصدار هذه الشهاده، وبناء عليها بيتم بعد كده اتخاذ الاجراءات في التقدم في اصدار التراخيص. طيب يعني هروح بقى الاستاذه منال عبد المنعم مره ثانيه، مدير التخطيط العمراني في البحيره، وعايزه اسالك تحديدا عن المركز التكنولوجي بيقدم ايه للمواطن؟ بيسهل عليه ازاي الاجراءات؟ اتفضلي. تمام. هو المواطن الاول هيقدم صوره البطاقه وطلب ان هو عايز بيان صلاحيه موقع. بيان صلاحيه الموقع هو المواطن بس هيحدد لنا الموقع عباره عن ايه؟ الطول بالعرض بالمساحه بالابعاد بالحدود اللي عنده، حد الشمالي، الحد الجنوبي، الغربي، الشرقي، مش عايزين حاجه اكتر من كده من المواطن بس فقط، بيديها للمركز التكنولوجي، المركز التكنولوجي بياخد هذا الطلب، بس هو اللي كان متواجد عندنا العدد كان فعلا كتير، لكن الكروكي اللي هو رسمه ما كانش واضح، الابعاد اللي هو كان مقدمها ما كانش واضحه، يمكن انا قلت لحضرتك ان هم 8 فعلا كانوا واضحين، دول اللي احنا اتعاملنا عليهم، المركز التكنولوجي مجرد ما ياخد الطلب ده بينزل الوحدة المتغيرات المكانية تنزل تشوف الموقع على الطبيعة بتعمل الإحداثيات، وإحنا الطلب بس 278 جنيه، لكن مفيش مقابل لغاية دلوقتي للمتغيرات المكانية، على أساس إن المنظومة تمشي لمدة الشهرين بحيث المواطنين يكونوا فاهمين إيه الوضع بالظبط وتكمل الإجراءات بتاعتها. مجرد المركز التكنولوجي ما أخد طلب من المواطن وتحدد الإحداثيات بعت للجامعة، الجامعة دلوقتي بتعد وخلال أسبوع إن شاء الله هتديله بيان شهادة صلاحية الموقع. طيب سيادة المحافظ ممدوح غراب محافظ الشرقية، كم جهة تحديدا يا فندم بتدي تصريح أو بتختم أو تصريح للي مقدم طلب بشروط الجديدة؟ كم جهة من المفترض أنها توافق على الطلب؟ هو حضرتك التقدم بيتم من خلال المركز التكنولوجي زي ما الدكتورة منال قالت دلوقتي، وطبعا بيتم رفعه للجامعة، بيعتمد من الجامعة ويرجع تاني المركز التكنولوجي. برضو حضرتك في المهندسين الاستشاريين أو مكتب الاستشارية، ودول معتمدين من نقابة، فأقدر أقول لحضرتك أن في ثلاث
وزارات مشاركين في إصدار التراخيص، ممثلين في المركز التكنولوجي ودي التنمية المحلية، نقابة المهندسين أو الاستشاريين، ودول نقدر نقول عليهم وزارة الإسكان والجامعة، ودول بيمثلوا وزارة التعليم العالي. طيب المدة الزمنية يا فندم إيه اللي يعني بياخدها الطلب إلى أن يتم الموافقة عليه، من أول ما بيبدأ المتقدم بالطلب وحتى يعني وصولا لأن هو يستلم الطلب بالموافقة، المدة الزمنية قد إيه؟ وعايزة أقارنها بالمدد الزمنية السابقة. هو طبعا حضرتك عارفة زي ما الدكتورة منال قالت برضو إن هو المركز التكنولوجي بيبعت للجامعة بياخد 7 أيام ويرجع تاني، بعد كده الإجراءات بقى الترخيص بتتم، المفروض يتم الرجوع للجامعة بعد التصميمات والانتهاء منها والمراجعة في خلال 21 يوم، بعد كده هو المركز التكنولوجي بيتعرض على اللجنة العليا برئاسة المحافظ أو ما ينوب عنه، بتتم مراجعة كل الإجراءات والمستندات، وبعد كده هو بيروح المركز التكنولوجي لإصدار التراخيص في حال جميع المستندات سليمة وجميع الإجراءات سليمة، وبعد كده بيتم اختيار الهيئة الهندسية عشان بيتم بعد كده هو التنفيذ، بعد كده بيتم التنفيذ وبيتم اختيار المواطن، بيتم يختار المركز التكنولوجي بالتنفيذ، بعد الانتهاء من التنفيذ بيبقى في شهادة صلاحية للمنشأ، بعد كده هو بيتم المركز التكنولوجي اختيار الهيئة الهندسية عشان اصدار شهادة توصيل مرافق المواطن، ان الاجراءات في اصدار التراخيص لا تتعدى شهر. وفي السابق قبل كده كانوا بياخدوا قد ايه تقريبا وقت يا فندم؟ والله هي فندم برضه انا كنت بعتقد ان هي ما بتاخدش اكتر من كده، انما كانت الاجراءات كانت جهه واحده بس هي المشاركه. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شكرا جزيلا ليك يا فندم. ويعني لسه معايا أستاذة منال عبد المنعم مدير التخطيط العمراني في البحيرة، أنا محتاجة منك يا أستاذة منال تقول لنا قبل مهندسة منال طبعا، قبل يعني الواحد ما بيروح كده علشان يقدم طلب يكون إيه الأوراق المطلوبة منه علشان التقديم للمركز التكنولوجي، وهل ممكن الموضوع ده يتم الكترونيا ولا لازم يكون ورقيا يد بيد؟ هو فعلا بيتم الكترونيا. هو في الاول بس المواطن بيقدم الطلب وبعد كده المركز التكنولوجي الكتروني مع الجامعه، بس في حاجه برضو يمكن ما حدش اخذ باله منها. اتفضلي. احنا نسقنا مع الجامعه بخصوص جميع المخططات التفصيليه وخطوط التنظيم تم تسليمها للجامعه على اساس تتعامل معاها، لان الجامعه دلوقتي هيجي لها الكتروني، طب هي مش عارفه ما نزلتش على الطبيعه ومش عارفه الموقع ايه، فجه سياده المحافظ قال لنا دعموا الجامعه بجميع المخططات التفصيليه الموجوده المعتمده وخطوط التنظيم، وبالفعل تم يمكن رئيس المدينه بعتنا له على فلاشه بعتها للجامعه، بس هي المشكله ان عشان يتعمل الكتروني من المركز التكنولوجي للجامعه عشان نعمل الصوره جي بي جي بتاخد 10 دقائق في الصوره الواحده عشان توصل الكتروني، لكن لو هو تم التعامل على الايميل ما تاخدش وقت. فاحنا يمكن دعمنا الجامعه بجميع المستندات اللي موجوده في المحافظه علشان تسهل للمواطن. تمام، انا بشوف دلوقتي المواطن مش مطلوب منه حاجه الا الطلب فقط. طلب فقط لغير. الموقع. بعد كده بيتعاقد مع المكتب الاستشاري او مهندس نقابي، يعني مش لازم مكتب هندسي، حتى لو مهندس نقابي تم التعاقد معاه بيقدم الطلب ده للمركز التكنولوجي. طبعا المهندس الاستشاري او المهندس النقابي هو هيطبق القانون او الاشرافات البنائيه الجديده ويقدمها للمركز التكنولوجي الالكتروني. هل تعامل المواطن في كل الاوراق المطلوبه هيكون مع المركز الالكتروني فقط ولا هيضطر يروح لجهات بقى اخرى بقى؟ لا هو مش هيروح لحد الا يدوب التعاقد فقط مع مكتب هندسي او مهندس نقابي فقط لا غير، وكل التعامل الباقي كله هيكون مع الالكتروني مع المركز التكنولوجي. طيب انا كل ده بياخد 30 يوم و30 يوم شهاده الصلاحيه 21 ترخيص. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندسة منال عبد المنعم مدير التخطيط العمراني في البحيرة ومسؤول ملف الاشتراطات البنائية، شكرا جزيلا ليكي. وطبعا الشكر لسيادة المحافظ محافظ الشرقية دكتور ممدوح غراب، يعني حاولنا قدر الامكان ان احنا نجمل يعني الاشتراطات البنائية الجديدة، المواطن يروح فين ويتعامل معاها ازاي. طيب هنروح لفاصل مشاهدينا الكرام ونعود بعده لاستكمال بقى حديثنا في اليوم، خليكم معانا.
مرحبا بحضراتكم من جديد، وخلونا نروح للحديث والحدث المسيطر على حياتنا كل يوم من اول ما بنصحى لغايه ما بننام، وهو فيروس كورونا او كوفيد-19. اخر خبر مرتبط بمواجهته هو تحذير وزاره الصحه المصريه للمواطنين من تضاعف اعداد الاصابات بكورونا، خاصه في ظل الاحتفالات الدينيه والمناسبات المتواتره على الشعب المصري خلال الفتره الحاليه واللي جايه كمان. اكدت خطوره الموجه الثالثه من حيث اعراضها ومضاعفاتها للاشخاص، خصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. الوزارة قالت إن الأيام القليلة اللي جاية هيكون هناك احتفالات عيد الفطر المبارك، وهو ما يجعل المواطنين يستعدون لها قبلها بأيام من خلال التسوق وتردد على المحال، ما يسهم في زيادة عدد الحالات، حالات الإصابة، حالة التحلل من الإجراءات الوقائية والاحترازية. وزارة الصحة بتناشد المواطنين طبعا بأنهم يحافظوا على حياتهم وحياة أقربائهم وأحبائهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية. احنا بتنضم إلينا هاتفين الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه يا رب. بخير. يا رب. انا عايزه اسال حضرتك طبعا من وجهه نظرك تقييمك للوضع الوبائي في مصر الان. طبعا انا اؤكد على التصريحات بتاعت وزاره الصحه ان احنا يعني في مرحله يعني صعبه، ولازم كلنا ناخد بالنا. وطبعا بنشكر سياده معالي رئيس الوزراء على التصريحات والقرارات اللي اتخذت، دي مشجعه، وبرضه في كلمته اللي هو بيشجع المواطنين على الالتزام. الحقيقه المفتاح في ايد المواطن، اللي هو لازم يكون متعاون ولازم يعمل يلتزم بالاجراءات الاحترازيه. وانا عايزه برضه اناشد الاعلام من التركيز على التنويهات المبسطه للمواطنين، يعني ساعات بتبقى المعلومه تتقال او النصيحه تتقال هم مش عارفين يعملوها ازاي. فمثلا نقول لبس الكمامه، لبس الكمامة لازم بالطريقة الصحيحة. ألبس الكمامة تكون يعني جديدة وأفحصها وأحطها بالطريقة المضبوطة، وعدم لمسها وزي طريقة خلعها والتخلص منها وعدم تكرار لبسها. كل الحاجات دي لازم تتوضح كده، لأن الناس بتاخد الكمامة وتحطها في جيبها وتقع على الأرض وتمسكها بإيدها، يعني مش هتحقق الهدف منها. برضه غسيل الايدي، ازاي الايدي بتتغسل وبالميه والصابون وتكرار غسيل الايدي. عدم لمس الاسطح، احنا طول النهار عمالين نمسك في الترابزين ونطلع ندوس على الزراير طبعا ماسك الاسطح دي بيلوث الايد وبننسى ان احنا نغسلها. واهم شيء التباعد طبعا. انا دايما احاول كده انا اتعامل مع الاخرين كان انا عيانه مش عايزه اعديهم، ولو لقيت واحد هيركب معايا الاسانسير ولا الاتوبيس انتظر يعني انتظر وما اروحش في حته مكان زحمه خالص، يعني لو لقيته زحمه اشوف طريقه اخرى. كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتوره وجيده، وكل سنه والمصريين كلهم طيبين، وان شاء الله يعني تعدي الموجه الثالثه على خير يا رب، يعني نحافظ على حياتنا وحياه كل احبائنا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره وجيده انور، عضو اللجنه العليا للفيروسات في وزاره التعليم العالي. بشكرك شكرا جزيلا، والشكر طبعا موصول لحضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير، ومتبعين للاجراءات الاحترازية كل يوم في يوم جديد مليء بالأحداث. أخباره كلها موجودة عندنا في اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.